أهلا بكم جديد مشاهدينا، حوار جديد في هذا الصباح قبل أسابيع قليلة على انطلاق الانتخابات الرئاسية اللي هتجرى بين المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي ودكتور موسى مصطفى موسى. العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية أطلقت العديد من الحملات بهدف رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين العاديين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأهمية هذه المشاركة ودورها أيضا الأساسي في دعم دور الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة والتأكيد على قوة ومتانة ركائز الدولة في مختلف مناحي الحياة. هنتعرف على الهيئة أو على الحملة اللي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. هذه الحملة الإعلامية أطلق عليها عنوان مسؤولية القرار. هذه الحملة بتهدف إلى نشر التثقيف السياسي ورفع الوعي لدى فئات الجمهور المصري المختلفة وبتهدف أيضا إلى دعم ركائز الدولة الوطنية. هنتعرف على الحملة اللي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الحملات اللي بتؤكد على أهمية مشاركة المواطن المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بيشرفنا للحديث حول هذا الموضوع أن يكون معنا الدكتور إبراهيم ناجي الشهابي رئيس مركز الجيل للدراسات السياسية. دكتور إبراهيم صباح الخير، أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل متابعي قناة زين الأخبار. أهلا بيك يا فندم. الحملة اللي بتطلقها الهيئة العامة للاستعلامات مش الحملة الأولى أو الوحيدة من نوعها، العديد من المؤسسات والهيئات والمجالس المتخصصة أطلقت حملات شبيهة ومماثلة بتستهدف الجمهور المصري وأهمية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أولا قبل ما نتكلم عن أهمية هذه الحملة عايزين سريعا نعرف إيه هي ملامح هذه الحملة اللي بتطلقها الهيئة العامة للاستعلامات. يعني هو بشكل عام طبعا هو جزء من مهام الهيئة العامة للاستعلامات هو العمل على توعية المواطنين ونشر الثقافة الإيجابية بكافة مناحيها وأيضا دعم المشاركة السياسية على اعتبار أنه المشاركة هي أحد الركائز الأساسية في بناء الحالة الديمقراطية اللي بتؤدي إلى استقرار المجتمع وتؤدي إلى التمثيل الأمثل لكافة طبقات المجتمع. وأيضا أعتقد أنه ده دور جديد بدأت تطلع به الهيئة العامة للاستعلامات خلال الفترة الماضية في حالة نشاط داخل الهيئة بشكل كبير. يمكن أنا أحد المشاركين في ندوة مساء اليوم في مركز طلعت حرب مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ونتكلم فيها عن الفوضى وأفكار التطرف وغيرها من الأفكار والأنماط الفكرية اللي بتؤدي الفوضى وتعزز الانقسام الاجتماعي. كل ده من أحد المهام الرئيسية اللي كانت غايبة عن الهيئة العامة للاستعلامات لسنوات طويلة. احنا عارفين دكتور ابراهيم ان مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات منتشرة في العديد من المحافظات المصرية، ربما دورها في فترات سابقة كان تراجع بعض الشيء او المواطنين مش على علم بالادوار والمهام اللي هي موجودة خصوصا الشباب. ازاي من خلال يعني اطلاق مثل هذه الحملات ممكن ان الدور يرجع مرة تانية لمراكز النيل للاعلام وتكون جاذبة للفئات المختلفة من الجمهور المصري خاصة الشباب؟ أعتقد أنه عودة الهيئة العامة للاستعلامات ومراكز النيل للقيام بدورها التثقيفي والتنويري وأيضا الاسترشادي بالنسبة لقطاعات كبيرة جدا من المجتمع هو أحد النقاط الهامة والحيوية، وإلا أعتقد أنها بدأت يبدو كده أن في تصور واضح لدى الهيئة العامة للاستعلامات لزيارة هذا الدور خلال الفترة المقبلة. من المهم جدا في ظل حالة من حالات الهجوم الإرهابي المدمر واللي بيصاحبه عملية تركيز مخيف على العقد المصري وحرب نفسية ليها أنماط متعددة بتحاول تضرب هوية المجتمع المصري أفكاره وثقافاته بتحاول تحبط نفسيته تجاه الأوضاع المحلية والإقليمية. فيعتقد الشخص أن دور الهيئة العامة للاستعلامات دور مهم في هذه المنطقة أيضا في هذه اللحظة. أيضا بالإضافة إلى ذلك من المهم جدا أن يكون لدينا وعي بطبيعة اللحظة الفارقة كمجتمع، وده لن تقوم به أي جهات أخرى لأنه خلال الفترات الماضية يمكن كثير جدا من المراكز الحقوقية والمراكز اللي كانت وحتى الأحزاب واللي تراجع دورها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عدم قيام منظمات المجتمع المدني بدورها الطبيعي في القيام بالتوعية. أول حاجة لازم تكون منظمة المجتمع المدني معبرة عن الهوية الاجتماعية والسياسية والثقافية وبتكون لديها الاستجابة بشكل كبير لكل التحديات اللي بتواجه المجتمع في أي لحظة. أعتقد هذا التراجع لابد أن تملأ فراغه الدولة، ده قدر الدولة وقدر مؤسسات الدولة في لحظة
في اعتقادي انها بتخوض صراعات مفتوحه، صراعات على المستوى الصعيد الامني، صراعات على المستوى الجيوسياسي في منطقه الشرق الاوسط، صراعات يعني عايز اقول لك طائفيه واجتماعيه، وبتهدد وتنذر بعواقب وخيمه مش بس على مصر فقط، وانما على مش بس على هيكل الدوله في مصر، وانما ايضا على تماسك المجتمع. فاعتقادي ان الدوله مروط بها الان ومؤسساتها ان تلعب الدور الذي لا تستطيع ان تلعبه الان منظمات المجتمع المدني. والتوعيه الانتخابات هي احد الركائز الاساسيه اللي يجب ان ينطلق منها مركز النيل والهيئه العامه للاستعلامات لتوعيه المواطنين، على اعتبار انه نسبه المشاركه الكبيره من المواطنين لها تاثير ولها ثقل، ليس فقط على صعيد يعني فكره المشاركه بس يعني، وانما ايضا لها ثقل لتعزيز حاله الديمقراطيه في مصر، لتعزيز مشاركه المجتمع في اتخاذ قراراته. عشان نودع، فترات طويله جدا كان المجتمع فيها بعيد عن الشان العام يعني. يعني المجتمع المصري كان في عزوف من المواطنين عن الذهاب الى صناديق الانتخابات قبل 25 يناير. وللاسف الشديد لما تلاقي قوى سياسيه بتدعو للمقاطعه، وهي نفس القوى السياسيه اللي كانت في الاساس بتعاني من العزوف الجماهير، وكانت يعني دائما تنظر لفكره ابتعاد المواطنين عن السياسه او عدم رغبتهم في ممارسه حقهم الانتخابي، الآن هي بنفسها من تطالب بالمقاطعة، وكأن هذه القوى لا تتعلم من أخطائها، أو أن ممارستها الاحتجاجية بدأت هي اللي مسيطرة على تفكيرها. طيب دكتور إبراهيم، ربما واحد من المواطنين يقول يعني هو يعني مش شايف، ربما هو من وجهة نظره هو مش شايف في أهمية لمشاركته في الانتخابات، بقول كده كده في مرشح قوي موجود في الانتخابات وبسبب المشروعات الكبيرة اللي هي موجودة في عهده والعديد من الإنجازات والشعبية الجارفة، فهو في الغالب الأمر محسوم له، فإيه اللي هيدفعه هو ينزل ويشارك حتى ولو كان من مؤيدي برضو المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، الديمقراطية حالة بنائية، وإحنا بنبني نظام سياسي ديمقراطي منضبط، نظام السياسي الديمقراطي المنضبط بنحاول فيه يكون في مشاركة ورقابة اجتماعية مستمرة ومستقرة. وعايز أقول أنه انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان هي أحد الركائز الرئيسية لفكرة الرقابة الاجتماعية على النظام السياسي وعلى الجهاز الإداري للدولة وعلى كافة مناحي الحياة في مصر. عايزين المواطن في مصر يودع أفكار العزوف والانعزال عن السياسة، لأنه ده أدى في النهاية إيه؟ انه كان بيبقى في ثنائيه الحزب الوطني الحاكم مثلا سابقا وجماعه الاخوان الارهابيه. كان بيبقى دايما الخيارات في ظل عزوف الناس عن الجماهير عن الحاله السياسيه بيبقى في ضعاف للحاله السياسيه كلها. ثم خليني اقول لحضرتك حاجه، ربما تكون الانتخابات يمكن تفاوت الاوزان النسبيه بين المرشحين هيخلي الناس تحس الانتخابات محسوم. لكن خلينا نبص للنظر الاوسع، وهي انه الانتخابات بتستمد ثقلها من وجود الجماهير، وانا بقول ان دي بتبقى رساله سياسيه للخارج بشكل عام، رساله سياسيه لكل القوى الاقليميه انه هناك تكاتف شعبي حقيقي حول 30 يونيو وما انتجته، وحول حراك المجتمع المصري، وحول مشروع هذا البلد اللي بدا منذ اربع سنوات وحتى الان. انا بتكلم انه الانتخابات في حد ذاتها يعني بتبقى تتويج لحالة الديمقراطية، أي نعم هي مش كل الديمقراطية، ولكن هي في النهاية التعبير المباشر عن إرادة الشعب تجاه مستقبله. وأنا مش عايز المصريين يبعدوا قوي عن فكرة أنه يا أخي ده حقك الدستوري، هذه هي شهادتك على أربع سنوات ماضية ورؤيتك لأربع سنوات قادمة، يجب أن تشارك، لأن المشاركة في النهاية هي عادة واعتياد. لو ما تعودتش والله على انك تشارك في الانتخابات مش هتشارك فيها، ولو تعودت على الانعزال على الانعزال عن الشأن العام هتفضل طول الوقت منزوي وغير مساهم، وده بيدي فرصة للإرهاب والطيارات التي لا تعبر عن المجتمع المصري وعن هويته بالنفاذ إلى المجتمع ومحاولة السيطرة عليه من باب ان في عزوف. في النهاية مثلا كانت الطيارات الإرهابية لديها القدرة على الحشد برغم ان حجمها صغير، وكانت بتخش قدام الصناديق وبتحاول
تسيطر عليها نتيجه عزوف الناخبين. فكان يوصل مثلا يبقى حجم الكتله التصويتيه من 10 ل 15% وهم مثلا يساووا 3-4%، فيبدا يعمل يعمل رقم ويعمل نجاحات ويعمل وجود في البرلمان. طب علشان كده الهيئه العامه للاستعلامات اطلقت الحمله اللي هي سميتها مسؤوليه القرار، وهذه الحمله المفروض هتستهدف عقد حوالي 40 لقاء اعلامي في العديد من المحافظات. اهميه التوجه الى المحافظات وهذه الحملات تنطلق او توجد في المحافظات المختلفه وليس في العاصمه فقط، الاهميه والمغزى من هذا خصوصا احنا عارفين في الانتخابات اللي بتشهد زخم جماهيري بتكون موجوده اكثر في المحافظات المختلفه. تحديدا طبعا خلينا نقول لحضرتك برضه احنا كان عندنا ازمه ثانيه اللي هي مركزيه العمل السياسي. كان كل حاجه بتعمل في القاهره ولقاءات السياسه في القاهره، ومركز الحالة السياسية كان منعزل دايما عن المحافظات بشكل عام. فأنا أعتقد أنه منحة رائع جدا من الهيئة العامة للاستعلامات أنها تنفتح على يمكن اللي بدأ هذه الحالة كان السيد الرئيس في مؤتمرات الشباب لما تعمد الرئيس أنه يقيم مؤتمر واحد في القاهرة ثم مؤتمرات لكل القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية بحيث نقل الحالة إلى المحافظات، الوصول إلى المواطنين خارج القاهرة. ده جزء من التصور لدى الدولة ولدى هيئة العامة للاستعلامات بضرورة الانخراط في حالة من الالتقاء والنقاش والدعوة للانتخابات عبر كل محافظات الجمهورية. وأنا تحديدا بشوف أن ده منحة مكمل لما بدأته سلسلة المؤتمرات الشباب. وأنا أيضا بعتقد أنه هذا الجهد مهم جدا لأنه يمكن تأثيره في المحافظات وفي القرى أكبر من تأثيره في القاهرة. تعرف المدن بطبيعة الأحوال بتبقى يعني الأمور فيها متباعدة شوية والصخب فيها عالي ونمط حركتها غير المراكز والمدن. فأنا أعتقد أنه هيبقى تأثير الحمل الندوات دي مهم جدا في القرى وفي المراكز وفي عواصم المحافظات يعني. طيب الحملة بتستهدف جميع الفئات وليس فئة بعينها، إزاي هذه الحملات فعلا أو هذه الحملة على وجه التحديد حتى تنجح وتحقق أهدافها، إيه هي الآليات المطلوب أنها تحققها حتى تضمن نجاح هذه الحملة؟ أولا يعني من المهم جدا أن تتناول المدخل السياسي الصحيح بمعنى لمناقشة قضايا الانتخابات. بمعنى أولا تحفيز المواطن وتعريف بواجباته ومسؤولياته تجاه الدولة، واجباته ومسؤولياته وحقوقه. الحقوق هنا تحديدا هي المدخل الطبيعي للمواطن لحشده لحالة الانتخاب، دي أولا. ثانيا لابد أن تكون الرسالة متنوعة، لأنه الخطاب مع الشباب غير الخطاب مع الآباء والأمهات، غير الخطاب مع ربات البيوت، غير الخطاب مع الفلاح، غير الخطاب مع العامل. كل دي منظومة محتاجة رسالة مرنة، رسالة مرنة ونقاش يكون مفتوح على احتياجات كل طبقة. وبالتالي أنا أنصح بأنه لازم تكون هذه الحملات أولا بعيدة عن المركزية في الإعداد، أن تكون دارسة لخريطة كل منطقة بتقام فيها، أنه ما تكونش معبرة عن نمط واحد من الإقناع. أعتقد أنها محتاجة تكون منفتحة على الطبيعة المحلية لكل منطقة فيها. إحنا بنتكلم هنا عن مصر مجتمع ثري ومجتمع متنوع ومجتمع أفكاره وثقافاته عميقة بعمق الزمن والتاريخ، وبالتالي عملية الإقناع والمشاركة يجب أن تأخذ حتى كمان أكثر من شكل. ده بيدفعنا إلى الحديث عن نوعية المشاركين أو المتحدثين والمخاطبين للجمهور والفئات المستهدفة، هيكونوا من أنهي فئات، من أنهي مؤسسات أو جهات معينة؟ أنا في اعتقادي الشخصي أنه يعني محتاجين يكون الأزهر موجود، محتاجين يكون الكنيسة موجودة، محتاجين يكون كادر الجامعة موجود، محتاجين كل الطبقات الاجتماعية اللي بتلقى ثقة وقبول من المواطنين. مش عايزينها تكون مقصورة فقط لا على السياسيين ولا مقصورة فقط على الطرق الطبيعية والتقليدية في الحشد للتصويت. محتاجين حالة إقناع من الناس اللي موجودين في بيئة مجتمعاتهم واللي ليهم حضور وناس بتثق فيهم. شريحة الشباب هي الشريحة الأكبر في فئات المجتمع المصري، وهي الشريحة اللي كانت أعطت زخم سواء لثورة 25 يناير أو ثورة 30 يونيو.
حضرتك شايف ازاي من الممكن استغلال هذا الثراء الشبابي في اعطاء زخم ايضا للعمليه الانتخابيه في الانتخابات الرئاسيه المقبله؟ خليني اقول لحضرتك انه هذا الجيل من الشباب هو جيل قوي جدا وجيل بيواجه تحديات لا تقل عن الجيل اللي كان في اكتوبر. هذا الجيل موجود في القوات المسلحه المصريه، موجود في الشرطه المصريه، موجود في كل مشاريع العمل والانتاج. واعتقد انه الجيل ده ايضا منوط به أن يقدم ممارسة ديمقراطية حقيقية وأن يذهب بكثافة إلى صناديق الانتخاب، مش بس انتخابات الرئاسة، انتخابات البرلمان وانتخابات المحليات. ده بيقولوا ليه؟ لأنه إحنا قدام جيل ثقافته وأفكاره مختلفة خالص عن أفكار الأجيال السابقة. جيل خارج من بيئة مواقع التواصل الاجتماعي، أفكاره بتتشكل بسرعة جدا، متابعته للأحداث لحظية، وبالتالي لما نيجي نقول نخاطبه إزاي؟ نخاطبه بالعقل وبالإقناع. وبالإقناع ده تحديدا يجب أن يكون واضح جدا في كل أفكار الدعاية وأفكار الحشد وأفكار التعاطي المباشر مع الجمهور. ويجب أنه الندوات اللي بتتعمل لمناقشة يعني هذه الموضوعات أو الحشد لانتخابات الرئاسة أو إقناع المواطنين بنزول انتخابات الرئاسة يجب أن تنطلق من احتياجات الشباب على تنوع شرائحهم في المجتمع. يعني ما تكونش ندوات ذات السياق السياسي فقط يعني. اعتقد انه الهيئه العامه للاستعلامات عندها تصور واضح لده وعندها خريطه واضحه لطبيعه الندوات اللي هتعملها بشكل اكثر تحديدا. وانا بعتقد انه ده جزء مهم جدا من دور الدوله في حشد المجتمع للانتخاب. واعتقد انه ربما تكون فرصه ايضا لأن تواصل الدولة نجاحها في الحوار مع الشباب واللي بدأ من مؤتمرات الشباب المتعددة. طيب على ذكر بداية مؤتمرات الشباب وإطلاق عام 2016 واعتباره عام للشباب، إلى أي مدى كل هذه المحاولات لجعل الشباب أكثر مشاركة في العمل العام في مصر من الممكن أن تكون قادرة على إكساب نوع من المشاركة الفعالة من قبل الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وهل تتوقع دكتور إبراهيم أن يكون المشاركة الشبابية في هذه الانتخابات المقبلة على نفس الوتيرة اللي كانت عليها في الانتخابات السابقة وكل الاستفتاءات اللي كانت لاحقة ل 25 يناير و 30 يونيو؟ خليني أقول لك حاجة، يعني مقارنة الانتخابات الحالية بأي انتخابات سابقة هتبقى ظالمة ليه؟ واحد، لأنه الناس تعبت من السياسة. الناس بعد 25 يناير شهدت حالة يعني إيه تشبع من السياسة. وكان خيارها في 30 يونيو تحديدا، ولازم تكون الناس يعني عندها إدراك لده. الناس في 30 يونيو خرجت تنادي بعودة الدولة ومشروع الدولة المنضبط بعد ما كان في انهيار في المنظومة الأحزاب المدنية والسياسية. طيب المواطنين نزلوا في 2011 و12 و13 ونزلوا قبل منها استفتاءات كثيرة، وبعدين انتخابات برلمان مجلس النواب، وبعدين انتخابات رئاسة. هذا الكم الكبير من الانتخابات هو كم ممكن تقدر تسميه هو أحد أسباب تراجع نسب التصويت، على اعتبار انه يمكن المواطن حس بمزيد من الملل تجاه الحاله الانتخابيه. ثانيا ضعف الاحزاب السياسيه. يعني في بعد 25 يناير كان هناك انفتاح سياسي في ظل ضعف احزاب سياسيه، ولكن الناس كلها كانت عايزه المبادره والمشاركه على اعتبار اجواء ومناخ ساعتها كان مفعم بالسياسه، وبعد فتره انقطاع طويل عن السياسه فكانت طبعا الاختيارات المصريين راحت في اتجاهات كانت غير محمودة إلى حد ما. دلوقتي أنت في ظل مجتمع شبابه منشغل أكثر بفكرة التنمية، شبابه منشغل أكثر بحالة الإنتاج وبأوضاع اقتصادية مختلفة. أنت الآن في مناخ انتخابي ربما التفاوت النسبي بين المرشحين هيكون ليه عامل مؤثر على الانتخابات بشكل عام أو على حجم الإقبال. ولكن خلينا اقول انه خيارات المصريين لم يعني مش الدلالات اللي عليها تؤكدها حاله الذهاب للانتخابات او نسب التصويت. الاساس في ده هو صمود وتكاتف المصريين والحاله الاجتماعيه المترسقه خلف القياده السياسيه وخلف القوات المسلحه
والشرطة المصرية في معركتها مع الإرهاب. من أحد الدلالات اللي بتؤكد حالة دعم المجتمع للنظام السياسي في مصر على 30 يونيو هو حالة التكاتف الجماهيري وحالة أن الإرهاب ملوش بيئة حاضنة، وأن المجتمع تجاه إصلاحات اقتصادية صعبة جدا تحمل حالة الغلاء وتحمل أعباء يمكن أي متابع من خارج مصر ما يبقاش عنده تصور أو ما يبقاش عنده القدرة على فكرة أنه تصور أن هذا الشعب يتحمل كل هذا القدر من الفواتير. يعني الشعب المصري تحمل فواتير ضخمة، وبالتالي الانتخابات القادمة يعني بشكل قاطع هي جزء ودلالة على ثقة الشعب في النظام السياسي، ولكن نسبة الإقبال في اعتقادي الشخصي مش هي المؤشر على تماسك المجتمع المصري واستقراره خلف النظام السياسي اللي تأسس في 30 يونيو. دكتور إبراهيم ناجي الشهابي، رئيس مركز الجيل للدراسات السياسية، شرفتنا وصباح الخير وأهلا بك يا فندم في النيل الأحمر. صباح النيل، صباح الخير، ويسعد بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك، شكرا. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم بعد الفاصل. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة بسنت خطوة.